الثورة الوحيد اللي قام بمشروع كبير هو محمد الفريقة، وقام به باش يظهر للمستثمرين الأجانب معناها اللي البلاد ما نجمو نستثمرو فيها، قمت المشروع هذايا في وازع وطني، ولكن للأسف من حيث بديت المشروع نتاعي تعرضت للعديد من التعطيلات اللي متصورة حتى ونقوم على بيت البلاد، ولكن معناها كما يقولوها أثبت موقفي باش نكمل في المشروع نتاعي. العباد الكل يعرفوا اللي ميدان الطيران هو ميدان صعب في العالم، والعديد من الشركات العالميه معناها حتى الدوليه تعرض لصعوبات. من الاول قلت لشركه طيران في مده 3 سنوات الاولى تكون في وضع مالي صعب، هذا كل قلته، وقلت كذلك احنا في ثوره وتعرفوا معنى المشاريع، حتى المشاريع المركزه في وقت الثوره معناها تاثر، يعني كذا مشروع جديد، ولهذا انا اقول من فضل العباد باش يخلونا نكملوا في المشروع نتاعنا. هذا مشروع الطيران يمثل رمز هو للثورة التونسية، أول مشروع صار بعد الثورة التونسية، أول مشروع اللي خديت فيه معناها الشجاعة كاملة وقدمت، يظهر لي على الأقل معناها تقفوا معايا في الأمور هذه وما نحاولوش نأولوا ونكبروا الأمور، فهمتني؟ واللي فات اللي خرج خبر نهارين وثلاثة أيام قبل الانتخابات الرئاسية يظهر لي فيه معناها تأويلات وأغراض سياسية، فهمتني؟